الحق ما يقوم مقام الظن، لا يقوم مقام الحق حتى يعتمد، وإن الواجب أن لا يتكلم الإنسان إلا بحق، إلا بعلم، إلا ببينة، إلا ببرهان. مجرد ظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني من الحق شيئا شيئا. هذه بدر نكرة ولا معرفة؟ فالمعنى إن الظن لا يغني من الحق أي شيء، لأن قال لا يغني نافية، فونكرة في السياق النفي تفيد العموم، يعني الظن ما يغني من الحق أي شيء.